ناقشت المكلفة بالبعثات الإقليمية والأزمات والنزاعات بالوكالة الفرنسية للتنمية بالإدارة الإقليمية الكبرى للساحل فلورانس كاسام مع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي عبد الكريم حمداي بخيد سبل تبادل الخبرات حول إدارة وحل الأزمات والنزاعات بين المزارعين والرعاة. حيث أكد رئيس المجلس عبد الكريم حمداي بخيد عن تعاونه والتزام مؤسسته في كيفية إدارة الأزمات وتأمين البيئة. المكلفة بالبعثات الإقليمية فلورانس كاسام بعد خروجها من المقابلة قالت إنها تطرقت مع رئيس المجلس الاقتصادي إلى كيفية تأمين العقارات وحل النزاعات والأزمات ودور الوساطة، مستطردة بأنها تبادلت مع رئيس المجلس خبراته الميدانية ودوره في الوساطة، فضلا عن كيفية الوقاية من حدوث النزاعات بين المزارعين والرعاة. كما تعهدت المكلفة بالبعثة فلورانس وقوف مؤسستها إلى جانب الحكومة ومصاحبتها في الفترة الانتقالية.